أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إتماما لسلسلة شرح دروس اللغة العربية للشعب العلمية لأصحاب البكالوريا أحرار، هذا هو الجزء الثالث والأخير في مكون الإنشاء، سيكون على شكل نشاط تطبيقي. الدرس هو مهارة إعداد بطاقة حول شريط سينمائي. سؤال يوم الامتحان سيكون هو أنك سبق لك وشاهدت شريطا سينمائيا، قم بإعداد بطاقة حول هذا الشريط، يعني ستتحدث عن فيلم سينمائي سبق وشاهدته وعن مميزاته، ولهذا فمن الأفضل على كل مترشح أن يكون ملما مسبقا بمعلومات عن فيلم سينمائي سبق وشاهده. ستختار فيلما معينا وستقوم بجمع المعلومات حوله، اختر أي فيلم من اختيارك واجمع حوله أكبر قدر من المعلومات، لأنك في هذه البطاقة ستحتاج إلى التعريف بالشريط من خلال عنوانه ومنتجه ومخرجه ومكان إنتاجه وأسماء الممثلين وأدوارهم والمدة التي استغرقها الشريط. أيضا ستتحدث عن الشريط وفكرته الرئيسية وتلخيص أحداثه، ثم ستقوم بإعطاء رأيك الشخصي حول أداء الممثلين وما أثار إعجابك، ثم التحدث أيضا عن توظيف المناظر والديكور وعن الموسيقى التصويرية وطبيعة الإضاءة الموظفة والرسالة التي حاول الشريط إيصالها للمشاهد، ثم خاتمة تتطرق فيها عن ماذا أعجبك في هذا الشريط. سنأخذ مثالا تطبيقيا. مثلا ستقوم بإعداد بطاقة تقنية حول فيلم علال القلدة. ستكتب هذه المعلومات على هذا الشكل: تاريخ الصدور 2003، مدة العرض 59 دقيقة، البلد المغرب، اللغة الأصلية لهجة مغربية، المخرج محمد إسماعيل، الكاتب بن سالم حميش، البطولة رشيد الوالي، سعيد باي، نعيم المشرقي، محمد البسطاوي. الملخص: علال القلدة فيلم مغربي من إنتاج قناة دوزيم سنة 2003 وإخراج محمد إسماعيل وكتابة بن سالم حميش أو حميش. الفيلم يحكي قصة علال الذي كان هو رشيد الوالي، بائع متجول للخضر بإحدى الدواوير، يعمل بجد لكي يتمكن من اقتناء الأدوية الكافية لابنته اليتيمة المصابة بمرض بوصفير والتي ترعاها والدة علال، ولسوء الأحوال المادية بالقرية وكذلك المشاكل العديدة التي وقعت له مع أصحاب المحلات بسوق القرية، قرر علال الهجرة لمدينة الدار البيضاء حيث عمل كسائق شاحنة، وكله أمل في تحسين وضعيته المادية بعد أن وعده أحد أصدقائه الحاج السقلي بإدماجه في شركة ابنه العائد من كندا، لكن هل ستسير الأمور كما كان مخططا له؟ ثم ستقوم بكتابة مقدمة وعرض وخاتمة. مثلا على سبيل المثال، المقدمة: يعكس فيلم علال القلدة بجلاء تلك العلاقة الوطيدة بين الرواية الأدبية والسينما والتي أفرزت على مدى تاريخ الإبداع السينمائي والتلفزي مجموعة من الأعمال الفنية الجيدة. العرض: من خلال هذه الرؤية يلتقي الأديب والمفكر المغربي بن سالم والمخرج محمد إسماعيل في هذا العمل التلفزي الذي يعالج مضمونه صورا وحكايات من مجتمع الهامش، وذلك من خلال قصة رجل في عقده الرابع يعمل بائعا متجولا، توفيت زوجته وتركت له ابنة صغيرة تكفل برعايتها وضمان عيش كريم لها، ومن أجلها واجه قسوة العيش رغم ضعف ذات اليد مع ما تعود عليه مهنته الهامشية وغير المستقرة من ربح قليل، الأمر الذي اضطره للرحيل بحثا عن آفاق عيش رحبة في مدينة المال والأعمال الدار البيضاء لتعيد معه الحياة. نفس القصة البائسة: سكن غير لائق في حي صفيحي تنقصه كل أساليب العيش الكريم، وواقع جديد لا يخلو من تصادم وصراع من أجل لقمة العيش. الخاتمة: صور أخرى لحياة الهامش تطرحها كاميرا المخرج محمد إسماعيل بعد أن رصدها قلم الكاتب بن سالم. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. لا تبقى لنا إن شاء الله تعالى إلا أن نقوم بتصحيح بعض نماذج الامتحانات السابقة حتى تتضح لكم الفكرة أكثر، والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.